طيب الآن سنقوم بدراسة المجال الكهربائي الناتج عن ثنائي القطب الكهربائي. لكن كبداية قبل أن نتكلم عن حالة عامة، بنأخذ بعض الحالات المميزة أو المهمة بالنسبة لنا. الآن عندنا ثنائي القطب هذا المسافة دي. تخيلوا أني أبغى أدرس أو أعرف إيش المجال الكهربائي على بعد R من نفس أو في نفس اتجاه محور ثنائي القطب الكهربائي. هذا يسمى المحور، محور ثنائي القطب الكهربائي. فبأخذ مسافة R من مركز ثنائي القطب الكهربائي اللي هو هذه النقطة، هذا في المركز مسافة R، وأبغى أعرف إيش المجال الكهربائي في هذه النقطة. ما هو E عند هذه النقطة؟ E كذا اللي في R. فعشان نحسبها بنبدأ من القواعد الأساسية. إيش القواعد الأساسية؟ قانون كولوم. نعرف إن المجال الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية، طبعا بلس كيو ماينس كيو عبارة عن شحنات نقطية. فعندنا إن E دالة في R بكل بساطة بتساوي مجموع أو تراكب المجالين الكهربائيين الصادرين من الشحنتين النقطيتين. فنأخذ مثلا ثابت كولوم على 4 باي إبسيلون نوت. إيش عندنا؟ عندنا في البداية بلس كيو، فعندنا كيو على المسافة تربيع. إيش المسافة؟ المسافة عبارة عن R ناقص D على 2، لأننا أخذنا المسافة R من نصف D، فعشان نرجع للشحنة الموجبة بننقص فقط نصف الدي تربيع. طيب الآن ناقص، لأن عندنا شحنة سالبة، كيو على R زائد دي على 2 تربيع. نغلق الأقواس. هذا الشيء إيش بيساوي؟ ناخذ الكيو عامل مشترك، وناخذ R تربيع من المقام عامل مشترك أيضا. الآن هذا مثل تدريب على الجبر، 4 باي سايلن نوت R تربيع. عندنا 1 على 1 ناقص D على 2 R تربيع. طبعا الآن يصبح أسه 1 لأنه جوا قوس تربيعي، ناقص 1 على 1 زائد D على 2 R تربيع. طيب أكمل الحسابات هنا. تلاحظون أنا ذكرت أن D أصغر بكثير من R في كل الحالات. هذه هي طريقة التعامل مع ثنائي القطب الكهربائي. فالآن يمكنني استخدام ماذا؟ يمكن استخدام متسلسل تايلور. وأنتم تعرفون هذه ال يفترض أنك تعرفون الآن، واحد ناقص مثلا واحد زائد إكس أس إن، أنها تقريبا تساوي واحد زائد إن إكس. فأبطبق هذه الصيغة أو هذا التقريب عند إكس تكون أصغر بكثير من الواحد على هذه الحالة، لأن طبعا دي أصغر بكثير من الآر، فدي على 2 آر بيكون أصغر بكثير من الواحد. فيكون عندنا كيو على 4 باي سايلن نوت آر تربيع. أول شيء عندك الاثنين، الان عبارة عن سالب 2 مثل ما تلاحظون لأنها في المقام. فنأخذ هذا الجزء الأول، عندك 1 زائد، طبعا هو الآن ناقص فبيكون ناقص ناقص، لكن لاحظوا أن الان بالسالب، فسالب ضرب سالب 2 بيعطيك موجب 2 اللي هي قسمة 2 بتروح مع بعض يطلع لك دي على R. الان اللي هي 2 راحت مع القسمة على 2 اللي في المقام في الأساس هنا. طيب الآن ناقص 1، الآن عندنا موجب لكن الان بالسالب، فراح تكون سالب دي على R. الاثنين راحت نفس الموضوع عشان فيه قسمة على 2 أساسا. طيب زي ما تلاحظون الواحد راح مع الواحد لأنهم
في إشارات مختلفة، لكن السالب مع السالب بيعطيك موجب دي على R، فيطلع عندك إن الجواب النهائي يساوي كيو على 2 باي سايلون نوت R تكعيب في دي. زي ما تلاحظون المجال الكهربائي الناتج عن ثنائي قطب الكهربائي يتناسب مع 1/R تكعيب، ولم نرى أي حتى الآن أي مثال يتناسب فيه المجال الكهربائي مع 1/R تكعيب. فالشحنة النقطية الواحدة يتناسب المجال الكهربائي الخاص بها مع 1/R تربيع، لكن لما نحط شحنتين نقطيتين قرب بعض فإن السلوك الجماعي الخاص بهم، السلوك الناتج عن هذا الشكل لما يكون عندنا شحنتين نقطيتين، بينتج لنا مجال كهربائي يتناسب مع 1/R تكعيب. هذه الكمية في الأعلى QD غالبا يرمز لها بالرمز P اللي هو عزم ثنائي القطب الكهربائي، وهو في الحقيقة متجه ويعطى بالصيغة P تساوي Q في D، بحيث إن D أصبح متجه يشير من الشحنة السالبة إلى الشحنة الموجبة، فD هذا هو اتجاه D. فغالبا لما نتعامل مع ثنائيات القطب دائما بيعطونكم في المسائل مثلا الكمية P عزم ثنائي القطب، لأنه من غير منطقي أن أعطيك قيمة لدي لأنها مفروض أنها تؤول للصفر، وفي نفس الوقت قيمة كيو مفروض أنها تؤول إلى ما لا نهاية حتى نحصل على قيمة لضربهما. فغالبا نتعامل مع الكمية المهمة في الحسابات اللي هي أصلا موجودة هنا من البداية، اللي تسمى عزم ثنائي القطب الكهربائي. طيب الآن خلونا نشوف الحالة الخاصة الثانية اللي هي حالة كيو موجب كيو حالة مسافة R عمودية على محور ثنائي القطب الكهربائي. بنفس الطريقة نحسب المجال الكهربائي، لكن الآن نلاحظ كم شيء. أولا نلاحظ أن المجال الكهربائي الناتج عن الشحنة الموجبة بيكون في هذا الاتجاه، أما عن الناتج عن الشحنة السالبة بيكون في هذا الاتجاه، وبحكم أن لهما نفس المسافة من يعني بينهما وبين يعني بين النقطة هذه والشحنة الموجبة والشحنة السالبة المسافة هي نفسها، هذه مثلا R وهذه مثلا D وهذه مسافة D، ليست نفس D لكن أي مسافة كانت، ولهما نفس قيمة الشحنة، فهذا يعطينا تلميح أن المركبة الموجودة في هذا الاتجاه ستكون صفر، وأن المحصلة ستكون في هذا الاتجاه. طيب هذا معناته أن بنأخذ فقط بعين الاعتبار المركبة، خلينا نقول اللي على طول المحور. هذه كيف نحللها؟ نكتب أول شيء بالشكل العام، يطلع عندنا إن E تساوي 1/4π سايلن نوت، عندنا كيو على نشوف المسافة هي من خلينا نقول مثلا من فيثاغورس R تربيع زائد D تربيع على 4 ضرب هذا اللي بنستخدم الآن دوال مثلثية، بنضربها في D على 2R. طبعا هذه هي D على 2، ومثلا خلنا ناخذ على سبيل المثال هذه الزاوية ثيتا. عشان نحصل على المركبة الأفقية اللي هي في نفس الاتجاه هذا بنأخذ المجاور. إيش هو المجاور؟ المجاور هو D على 2 مع الوتر اللي هو جذر R تربيع مثلا لو بغينا نطولها. ففي الحالة السابقة عند تحاملنا مع رتب خطية كانت الـ R أس 1 و D أس 1، و
لهذا السبب كان من الإمكان أصلا أننا نتعامل أو أن نعتبر أساسا وجود الدي مقارنة بالآر، بحكم أن الدي أصغر بكثير من الآر. لكن في هذه الحالة، حالة المجال الكهربائي عند الحالة العمودية، نلاحظ أننا نتعامل مع آر تربيع ودي تربيع. فلهذا السبب يمكننا أن نهمل الدي مباشرة، لأنها تعتبر الدي تربيع أقل بمراحل من آر تربيع. يعني مثلا لو كانت الدي أصغر بكثير من آر، فممكن أقول أن الدي تربيع أصغر بكثير من آر تربيع. طبعا هو ما يوجد رمز مثل كذا، لكن لتوضيح المقصد يمكنك أن تجربها. مثلا لو كنا قلنا أن المية أكبر بكثير من واحد، لكن لو ربعنا الطرفين نلاحظ أن العشرة آلاف أكبر بكثير من واحد، لكن واضح الفرق العملاق بين المقارنة بين 101 وبين 10001. فهذا المبدأ اللي بنشتغل عليه، على هذا الأساس بنهمل الدي تربيع عند وجود الآر تربيع. معنى أن هذا الشيء بيساوي تقريبا كيو دي، الاثنين تروح مع النص اللي موجودة هنا، يبقى لنا 4 باي سايلن نوت ار تكعيب. فنلاحظ ان الفرق هو فقط معامل نصف بين الحالة العمودية او الحالة التي تكون على نفس المحور. الان من اجل نتعامل مع الحالة العامة، توجد في الحقيقة حسابات رياضية لحساب الإي كدالة في الزاوية والبعد، لكن توجد طريقة أفضل خصوصا إذا لم نكن متمكنين من التفاضل كامل المتجهات، وهو فقط تحليل العزم الثنائي القطب الكهربائي. أنا ذكرت أنه متجه، فالآن تخيلوا معي أن فيه اثنان قطب كهربائي مثل اللي كنت أرسمه، لكن ما راح أرسم الآن الشحنة السالبة والموجبة، نعرف أنها موجودة فقط. هذا هو المتجه الـ P، وتخيلوا أني أبغى أعرف المجال الكهربائي على بعد R، وعندي مثلا خلي أقول زاوية ثيتا. إيش ممكن أسوي؟ ممكن أسوي أني أحلل الـ P، عزم ثنائي القطب الكهربائي، إلى مركبتين، مركبة عمودية ومركبة خلينا نقول مماسية وفي نفس المحور أو نفس الاتجاه. فممكن أخذ هذه المركبة، هذه هي perpendicular، وأخذ هذه المركبة اللي هي P parallel مثلا، هذه perpendicular. فبناء على الزاوية اللي عندنا، مثلا أقدر أقول لو كانت مثلا الزاوية مرسومة من عند المحور مثل ما أنا رسمتها هنا، بقول مثلا أن P parallel بتساوي P في كوساين ثيتا. هذا طبيعي، لو كانت الثيتا صفر معناته أن كل ال P في نفس اتجاه محورها، بمعنى مقصدي أن النقطة ستكون في على نفس محور ال P، وال P العمودية perpendicular تساوي P sin ثيتا. فلو كانت الثيتا 90 على سبيل المثال، نرجع للشكل العمودي. فوقتها نقول أن عندنا E ستساوي مثل ما ذكرت في أو مثل ما حسبنا في هذه الحالة. عندنا هذه حالة العمودي وهذه حالة المماسي أو الموازي، واحد أو كيو دي أو خلنا نقول بي مباشرة، بي بيربنديكولر على 4 باي سالن نوت آر تكعيب. وهنا عندنا إي تساوي بي باراليل على 2 باي سالن نوت آر تربيع. وناخذ عليها تدريبات عشان توضح الفكرة أكثر. ومن ناحية الاتجاهات، طبعا اتجاهه ما هو نفس الاتجاه. فمثلا من ناحية البيربنديكولر، هذا هو المجال الكهربائي،
اللي خارج من الاي بيربنديكولار، بالنسبة للاي بي هذا هو اتجاه المجال الاي بارالل، فهذه هي البارالل وهذه هي البيربنديكولار.